ألف مبروك دكتور سلطان. يبارك فيك، مبروك للوطن، مبروك للمنتخب، مبروك للكرة السعودية هذا الجيل. شكرا لكل من كان خلف هذا المنتخب دعما تخطيطا تنفيذا في ظهور برأيي هو أفضل مشاركة أعتقد أنها لبطل حقق بطولة بهذا الشكل، تسيد كل الأرقام، تسيد كل الإحصائيات أداء على المستوى الفردي أو حتى على المستوى، ما في جول في المرمى بدون أي هدف، بدون أي هدف على مرمى، الأكثر الأعلى تهديفا، كل الجوائز زي ما ذكرت استحوذ عليها منتخبنا، يكسب الفريق المستضيف على أرضه واللي كان مرشح بشكل كبير بكل تسيد وبكل انتصار ب2-0، توضح له قيمة هذا المنتخب اللي برأيي أساسه عناصر مميزة، أساسه مدرب كفء مثل ما عندنا مواهب نفخر وننتظر منها مستقبل كبير، عندنا كفاءات وطنية ننتظر منها تطور كرتنا السعودية وهي الأساس لتطور إن شاء الله كرتنا، مثل الكابتن سعد الشهري اللي أعتقد أنه من في هذه البطولة وضح قيمة المدرب السعودي، وضح بما يمتلك هذا المدرب من فكر، بما يمتلك هذا المدرب من تجربة، وهذا ما حضر بهذه البطولة. أعتقد أنه منتخبنا نأمل فيه كثير، خاصة الأسماء مميزة اللي الأغلب ينتظر منهم في المستقبل البعيد. أنا برأيي لا، هذا المنتخب على الأقل حيكون فيه 8 إلى 9 أسماء في مشاركتنا بإذن الله القادمة في كأس العالم في قطر، لأن النجوم تستحق، النجوم انتزعت الفرصة أول شيء في أنديتها وظهرت بهذا الحضور. يعني رينارد راح يضغط على لعيبة المنتخب باللعيبة الأولمبي، أعتقد ما قدموا في هذه البطولة أغلب النجوم 9 إلى 8 لاعبين أعتقد أنهم حيكون في التشكيل في منتخبنا في كأس العالم في قطر القادمة لتميزهم أول شيء في القائمة ولا في التشكيلة الأساسية؟ لا تفرق في القائمة، حيكون أعتقد 2 إلى 3 في التشكيل الأساسي، ولكن إن كان مثل سعود عبد الحميد، حسان تنبكتي، فراس البريكان اعتقد انهم حيكونون بشكل اساسي، نواف العقيده حيكون اضافه كبيره، ايمن يحيى حيكون اضافه كبيره، هيثم عسيره حيكون اضافه كبيره، متعب الحربي حيكون اضافه كبيره، وحتى اتكلم يعني نواف العقيده حيخفف قلق رينارد من حراسه المرمى، كان في ضغوط، وعبد الله المعيوف لازم يرجع، هذه شويه تريحه وشويه اكثر تريحه، ممكن يعني حيكون من الخيارات المهمه، تكلم عن 3 إلى 4 حراس في التشكيل، فحيكون اضافه خاصه بما قدم اداء مميز والعناصر بشكل عام. فاعتقد انها بطوله مثاليه وضحت لاسيا اجمع ان منتخبنا يسير وفق خطط ومنهجيه بدعم كبير من قيادتنا، اوصلت هذا المنتخب للمكان التي يستحقها هذا الاخضر.